معنا من جديد في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم. نحكيو على انتقال لاعب ترجمة التونسي ماهر بصغير للاولمبي البيجي. منذ لحظات اللاعب وصل للبيجا، شنو صار امر اللاعب والا مازال؟ التفاصيل الكل باش ناخذوها من عند مراسلنا في بيجا علي التوكيبري. علي اهلا بك. مرحبا بك اسلام ومرحبا بكل متابعي الرياضه. صحيح اسلام، فر الحديث تفلاونا الاخرى واحنا على اكسبريس اف ام كنا انفردنا بخبر ان المفاوضات متقدمه جدا بين الاولمبي البيجي وهيئه الترجي لاعاره اللاعب ماهر بصغير لانضمامه الى الفريق، خاصه ان الفريق في حاجه ملحه لجناح ايمن ومهاجم يعاون الفريق، مع العلم انه الاجنحه في الاولمبي البيجي هذا الموسم الى حد مرحله الذهاب لم يسجل اي هدف. خالد بن يحيى كان يعرف جيدا اللاعب هذا وكان اتصل به وكان حديث مطول بينه وبين اللاعب واكد انه في حاجه ليه باش ينضم الى الاولمبي البيجي. ماهر بصغير اليوم مع وكيل اعماله يامن بن زكري كانوا متواجدين في لوكال مقر جمعيه الاولمبي البيجي وكانت مفاوضات مطوله جدا. نجم نقول اسلام انه بصغير ماهر بصغير لاعب جديد ثاني انتدابات الاولمبي البيجي هذا الموسم في الميركاتو الشتوي، لكن ما زالت جزئيات صغيره جدا اسلام، او بالاحرى خلينا نوضحوا هيئه الاولمبي البيجي تريد ان تتريث قبل الاعلان عن انتقال بصغير بعض الجزئيات الصغيره اللي نعرفوها اسلام. لاعب عمليه رام الهيئه تحب تثبت، هل هناك اصابه؟ اللاعب قادر باش يلعب؟ هذا كل اللاعب ايضا نقطه استفهام انه في جوان يوفى كونترات تاعو مع ترجي، وبالتالي اعارته من الترجي الى الاولمبي البيجي تخلي اللاعب يكون حر وماهوش تابع ترجي. كان الترجي كان هاي الترجي تاع مروفونو هذيك تولي مثل اخرى، لكن اللاعب هذه معناها بعض الجزئيات اللي خلتها الاولمبي البيجي تحب تثبت من امضاء العقد الرسمي. غدوه الصباح ان شاء الله باش يكون القرار النهائي، لكن 99% ماهر صغير ثاني انتدابات الاولمبي البيجي هذا الموسم. علي وصول اللاعب البيجا كما تاكدت لي منذ قليل هكا ولا كان في مقر النادي؟ اللاعب كان في مقر النادي مع وكيل اعماله يامن بن زكري. كنت حكيت معاهم النية موجودة، ما حبوش يعطونا ديكلاراسيون خاطر مازال الجزئيات صغيرة جدا بيد هيئة الأولمبي البيجي. ما تمش الإمضاء معناه؟ ما تمش الامضاء، الامضاء باش يكون غدوة الصباح بعد ما تثبت من بعض الجزئيات الصغيرة اللي مش تم في الساعات القادمة. معناها اللاعب باش يعمل فحوصات طبية، خاطر نعرف نفس الكل اللاعب يعاني من إصابة منذ مدة تقريبا، إصابة قاعدة تتجدد له في كل فترة. هيئة الأولمبي البيجي تحب تثبت في نوعية الإصابة مدة ابتعاده عن الميادين قبل ما تاخذ قرار نهائي في انتدابه أم لا، هكا ولو انه تقول 99% تم اتخاذ ديسيزيون معناها باش يقع انتداب اللاعب. صحيح اسلام، اللاعب عمل ايرام، الايرام موجود عند هيئه الاولمبي البيجي، لازم باش ينقلوا الى العاصمه وباش يثبتوا في باش يدقوا في الاصابه لانه هناك اصابه اللاعب نجم يعاونوا لا، ما نساوش انه هذا ميركاتو شتوي وكل الجمعيات بحاجه الى انتدابات اللي باش يعاونوا الفريق وباش يلعبوا ويكونوا حاضرين وجاهزين. هذاك علاش الاولمبي البيجي في حاجه ملحه للاعب يكون في صحه جيده باش نجم يعاون الفريق، خاطر نعرفوا انه مازال النصف الثاني من البطوله والماتشات قرب لبعضهم وبالتالي لازم يكونوا اللاعبين حاضرين. واضح، ماني حاسس من كلامك اللاعب رسميا مازال ما امضاش حتى عقد الى حد الان، على عكس ما تم تداوله ماهوش رسمي الى حد الان، لكن بنسبه كبيره جدا اللاعب باش يكون في الاولمبي البيجي. بالضبط اسلام، لاعب قريب جدا من ابرام العقد والتعاقد مع الاولمبي البيجي في انتظار بعض الجزئيات الصغيره بين هيئه الاولمبي البيجي واللاعب. واضح، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل على توكيبري. أكيد اللاعب ماهر بصغير موهبة كبيرة جدا، إمكانيات كبيرة، نستناو يكون الانطلاقة الحقيقية نتاعو مع الأولمبي البيجي بعد ما كان عاش عديد الصعوبات في الترجي ما تمكنش من افتكاك مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق. هكا نكملوا حصتنا في فير بلاي اليوم، البداية كانت مع زين العابدين الوسلاتي، أعطنا أكثر تفاصيل وكل جديد فيما يخص النادي الإفريقي. كذلك كان معنا بالتليفون مراسلنا في صفاقس فاضل البوجناح، خذينا تفاصيل المفاوضات بين السي اس اس ولاعب الكلوب السابق حسين بن عيادة، ثم أيضا كان معنا عفوان الغربي يتحدث على عملية فسخ عقده مع نجم المتلوي ومغادرته للفريق، وكملنا مع عادل زرمديني يحكي على عملية التحايل اللي تعرض لها
متسابق في البرومو سبور، المبلغ قيمته ربع مليار 230 مليون و 38 مليون كان فاز بهم في البرومو سبور، لكنه ما تحصلش مبلغ التفاصيل الكل. تنجموا تلقاهم على في الفيديو نتاعنا على الباج فيسبوك اكسبريس اف ام والا الباج اكسبريس سبور. شكرا منال سيسي في الاخراج، شكرا ناصر السكري في الاخراج الرقمي، محمد السعيدي ايضا من معهد الصحافه وعلوم الاخبار. اجمل تحيات.